هذا المحتوى في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بشراكة مع حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، منظمة إيريم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، معكم أسماء بالصالح من إذاعة صوت المرأة. اليوم رانا معكم في برنامج أوال الذي يدخل في إطار الإنتاج المشترك لشبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية. موضوعنا النهار اليوم هو التربية على الإعلام والمعلومة ودوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان. هذا الموضوع الذي تشترك الإذاعات الجمعوية الجزائرية في بثه، وسوف نبدأ موضوعنا هذا مع صبر آراء من إعداد دلال عيدون من إذاعة من لا صوت لهم. سؤال أول، واش تعني لك حقوق الإنسان؟ هي حقوق، يعني جميع الحقوق اللي يقدر يتمتع بها الإنسان، يعني حقوق الحق في الحياة، في العيش الكريم، الحقوق السياسية، للمشاركة السياسية، لا سيتوينتي او سونس راديكال. بصح مفهوم حقوق الإنسان كما كي لاتي فورمولي بار لا ماجوريتي دي زورغانيزاسيون دي دروات دوم par l'Assemblée générale des Nations Unies en 48 fait certains manquements et en même temps une sélectivité. Les pays colonisés dans la mesure où ça n'a jamais été appliqué sur le terrain. حقوق الإنسان تعني الكثير من الأشياء، من بينها حرية التعبير، حرية الرأي، العيش في سلام، ممارسة الحياة تاعك بطريقة طبيعية يعني خالية من المشاكل وغيرها. حقوق الإنسان هي من بين الحقوق التي يمتلكها جميع البشر، وهي حقوق شاملة ومختلفة، من بينها حقوق اجتماعية وحقوق سياسية وثقافية واقتصادية، مثل الحق في التعليم، الحق في الغذاء، الحق في الصحة، الحق في الترشح، الحق في الانتخاب وغيرها من الحقوق. حقوق الإنسان بالنسبة لي تعني قدرة الفرد على القيام بممارسات وأفعال لأي واحد ما يكونلوش عائق عليها. هي قدرة الإنسان على العيش دون أن يكون ذلك العيش رهينة شخص أو سلطة أو قوة أخرى، أن يتمتع الفرد بالقدرة على العمل وعلى كسب ماله، كسب رزقه، دون أن يكون هناك عائق، وأن يتكلم الفرد، أن تكون له قدرة الكلام باللغة التي يريدها، قدرة على الذهاب إلى الدراسة وطلب العلم دون أن يكون عائق. سؤال ثاني، وشنو هو الدور اللي يلعبه الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان؟ دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان هو أولا دور تبعي، بحيث أنه يلعب دور في تثقيف الناس من الجانب الحقوقي، يعني في كل ما ينصه القانون، مواد القانونية لتحمي المواطن أو الإنسان بشكل عام من كل الجوانب. Bien sûr, on considère qu'en quoi les médias peuvent jouer ou les jouer un rôle important dans le nashr thaqafa huquq al-insan fi al-mujtama', hada min khilal soit à travers les informations, les journaux parlés, les journaux parlés par la radio, les journaux télévisés, les articles de presse, quand on rapporte des faits en rapport avec la question des droits de l'homme, par rapport à des contributions. Bien sûr, ça participe à vulgariser la notion, mais malheureusement, soit en Algérie, en Afrique, dans ce qu'on appelle le monde arabe ou dans le monde, les médias ne jouent pas. Enfin, à mon sens, hein, ne joue pas réellement ce rôle de vulgarisation de la question des droits de l'homme, ou qui ne chauffe par exemple le haïz ou l'espace en termes de quantité de qualité consacré à la question des droits de l'homme, on trouve blic et il est minime. بما أن وسائل الإعلام هي وسائل فعالة في نشر المعلومات، فتعتبر وسيلة لنشر الثقافة ونشر الوعي في المجتمع من خلال توعية الشباب، فهي تعتبر وسيلة وأداة للوعي، لنشر الوعي. الإعلام يلعب دور توعوي ودور بيداغوجي لترقية حقوق الإنسان، كما يمكن أن يكون مصدر لكسب حقوق أخرى وكسب حريات أخرى، ليكون في
مطالعة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. على حسب رأيك الشعب الجزائري يتمتع بثقافة حقوق الإنسان؟ ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر فهي بنسبة موجودة ولكن بنسبة ضئيلة، فالمجتمع الجزائري ليس واعيا بما فيه الكفاية لاستيعاب ثقافة حقوق الإنسان. الفرد الجزائري أثبت أنه يريد أن يكتسب الحقوق، ورأينا ذلك في خلال المظاهرات السلمية لمدة سنتين الشعب الجزائري عن المطالبة بحقه في كسب الحقوق. في رأيي الشعب الجزائري يتمتع بصفة نسبية فيما يخص ثقافة حقوق الإنسان، لأنه نشوف أنه أغلب المواطنين الجزائريين ما يعرفوش حقوقهم في شتى المجالات، وهذا لأنه أيضا وسائل الإعلام هناك نقدر نقولوا كان هناك غياب تام فيما يخص التوعية والتثقيف من هذا الجانب. إذن كان هذا سبر الآراء الخاص بهذا العدد من برنامج أوال، والآن وبدون إطالة نترككم مع الورقة التعليمية الخاصة بمختلف مفاهيم حقوق الإنسان مع أميرة سكيكدي من إذاعة جورا. لكل إنسان منا حقوق طبيعية وأساسية لا يجوز المساس بها، على اعتبارها مستحقة وأصيلة لكل شخص بغض النظر على أي اختلاف جنسي، عرقي، ديني أو غيره. وحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان فإن هذه الحقوق هي مجموعة من القواعد والمبادئ المنصوص عليها في الإعلانات والمعاهدات الدولية اللي تهدف لحماية حقوق وحريات الأفراد والشعوب في مواجهة الدولة أساسا. وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 أول وثيقة قانونية تحدد حقوق الإنسان الأساسية الواجب حمايتها عالميا. وعرفت منظمة اليونيسف أيضا حقوق الإنسان على أنها حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، فهي حق لكل الناس وفي كل مكان، وواحد ما يقدر يتخلى عليها طوعا كما ما يقدر حتى شخص آخر يسلبها منه. وبما أن الإعلام وسيلة تحمل في طياتها رسائل كثيرة وتقدم وظائف بزاف لفائدة الأفراد خاصة، وأنه لكل شخص الحق في المعلومة، وبهذا يساهم الإعلام في بناء المجتمعات وأراءها وكذلك اتجاهاتها نحو الكثير من القضايا، إضافة إلى أن وسائل الإعلام مصدر مهم في انتقاء المعلومات على حقوق الإنسان لمعظم الناس بحكم التغطية الإخبارية ودورها كعامل يقدر يثير أي قضية ولا يطالب بعمل أشياء معينة من خلال الدور أيضا كحامل المعلومات اللي تتبناها منظمة حقوق الإنسان. وبناء على ذلك فإن الإعلام كما يقول محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان يجمع بينه وبين هذا الحقوق علاقة عضوية، وبدون تبني الإعلام نشر ثقافة حقوق الإنسان فإنها تبقى مجرد غايات نخبوية وما تتحولش المطالب وبرامج ينشد الرأي العام تحقيقها. وعلى اعتبار وسائل الإعلام واحدة من الآليات الفاعلة في تكريس منظمة حقوق الإنسان على اعتبار قوة تأثيرها على الرأي العام من جهة، وقدرتها على الضغط على الجهات الرسمية من جهة أخرى وتخليها تحترم هذه الحقوق وتساهم كذلك في نشر هذه الثقافة والدفاع عليها وعلى القضايا تاعها وتعكس واقعها، فإن دورها يستوجب عليها أنها تعمل على زيادة الوعي والتوعية بحقوق الإنسان من خلال تكثيف المواد الإعلامية حول هذه الثقافة ودعمها أكثر وتفعيل مشاركة الجمهور لها. شكرا لزملاء على كل المعلومات التي قدموها لنا. نبقى دائما مستمعين الكرام في إطار التربية الإعلامية ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، هذه المرة مع ضيفتنا السيدة حسينة بوشيخ صحفية وأستاذة جامعية بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة باجي مختار بولاية عنابة. مرحبا بك أستاذة معنا في هذا البث المشترك. شكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بكم جميعا، شكرا أسماء أيضا على الدعوة ويشرفوني قبولها، واتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. إذن أبدأ معك يا أستاذة حسينة، في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع كثيرا عن مفهوم حقوق الإنسان، الكل يتساءل عن هذا المفهوم، ربما نحتاج في هذه الظروف الراهنة أن نكشف عن حقوق الإنسان. أستاذة كأول سؤال، ما المقصود بحقوق الإنسان؟ شكرا أسماء. حقوق الإنسان يفترض هي الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها كل البشر في هذه الحياة، يعني يورد الناس
ولهم حقوق أكيد يعيشونها ويتمتعون بها، لكن مع مرور الزمن اليوم حقوق الإنسان هي أكثر من مجرد الحقوق الطبيعية كالحق في الحياة اللي هو أول حق من حقوق الإنسان. طبعا. هي مبادئ أخلاقية ومعايير اجتماعية يتصف بها السلوك في عصرنا الحالي لمحاولة تحسين حياة الناس أكثر شيئا فشيئا، لأنه الحقوق الطبيعية تمتد اليوم إلى ليس فقط الحق في الحياة أو الحق في التنقل أو بل إلى الحق في التعليم، الحق في العيش الكريم، الحق في التعبير بحرية، وكل الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان ليعيش في النهاية حياة كريمة، حياة مناسبة للطبيعة البشرية. في ذات السياق أستاذة، ما تقييمكم لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر؟ طبعا حقوق الإنسان في الجزائر، يعني إذا أخذنا مجموع الحقوق التي يجب أن تتوفر للإنسان من الحق في الحياة، الحق في التعليم، الحق في السكن، الحق في التنقل، يعني مجموعة الحقوق هذه الموجودة هي موجودة في الجزائر. حقوق المرأة مثلا، حقوق الطفل، يعني حقوق الفئات الحساسة في المجتمع، هي آخذة في التطور ومنذ استقلال الجزائر، والدولة تسعى إلى يعني تكريس هذه الحقوق، سواء تكريسا قانونيا من خلال التشريعات والقوانين، وأيضا مجتمعيا، لأنه مثلا بعض الحقوق لدى النساء، يعني مثلا حق المرأة في التعليم، حق المرأة في مواصلة الدراسات مثلا في العليا، يعني الدراسة في الجامعة، حق المرأة في اختيار الزوج، حق المرأة في العمل في المنصب الذي تختاره، حق المرأة مثلا في الذمة المالية، مع أنه هذه الأمور أيضا الدين الإسلامي أيضا شرعها للمرأة، لكن نلاحظ أنه مثلا هذه الحقوق تكريسها يختلف بين منطقة وأخرى. يعني هنا نتحدث عن البيئات الاجتماعية أو الظروف الاجتماعية التي تحول دون حصول النساء مثلا على حقوقهم في بعض البيئات. يعني نجد مثلا أنه بعض البيئات ترفض منح المرأة حقها في الميراث، يعني العرف لديهم يرفض كبير. القانون يكرس ذلك، أيضا الدين الإسلامي يوضح كيف تريث المرأة طبعا، لكن للأسف الأعراف الاجتماعية في بعض المناطق ترفض ذلك. أيضا قضية تعليم المرأة، فيه بعض المجتمعات التي ترفض أن تكمل المرأة دراستها في الجامعة مثلا، القانون يمنح للمرأة هذا الحق. الحق في العمل مازال مطروح أيضا بكثرة في بعض البيئات. فبالتالي في الجزائر قطعنا شوطا فيما يتعلق بمجموعة من الحقوق للمواطن ككل. أيضا يعني الحقوق متنوعة ومتشعبة، من كما قلنا في البداية، يعني من الحقوق الطبيعية الأساسية اللي لازم الإنسان يحظى بها كي يحيا حياة كريمة، الحق في الرأي، إبداء الرأي، حرية التعبير، الحق في الانتخاب، في التصويت، كل هذه الحقوق الإنسان جدير بها في أي مجتمع، ونحن يعني قطعنا أيضا فيها شوط يعني معتبر، رغم تسجيل حالات أو لا وجود أحيانا يعني قوانين أو تشريعات تسعى للحد من هذه الحريات، لكن على العموم الدستور الجزائري يكرس مبادئ الحريات المختلفة، يعني حرية الفرد في إبداء الرأي، حرية الصحافة، أيضا الحق في الاتصال لجميع المواطنين، يعني هذه الحقوق موجودة في الدستور. وسائل الإعلام تلعب دور مهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة من خلال التربية الإعلامية، كيف ذلك أستاذة؟ بداية التربية الإعلامية، يعني هنالك عدة تعريفات أكيد لهذا المفهوم الذي أخذ، يعني هذا المفهوم الذي يأخذ في التطور في السنوات الأخيرة، يعني العديد من الدراسات حتى الندوات، أيام دراسية، ملتقيات حول التربية الإعلامية وحول كيفية استغلال وسائل الإعلام في هذه التربية. لذلك فأبسط يعني تعريف أنه التربية الإعلامية هي توظيف وسائل الاتصال بطريقة مثلى بغرض تحقيق أهداف تربوية مرسومة في إطار السياسة الإعلامية للوسيلة الإعلامية. فالتربية الإعلامية هي كيف نستخدم وسائل الإعلام لنجعلها وسيلة للتعليم وللتربية، يعني التعليم والتربية يقترنوا مع بعضهم، فوسائل الإعلام لها دور في هذا من خلال نشر الوعي بالحقوق، نشر ثقافة الحوار، أيضا جعل المتلقي قادرا على تفسير الرسائل الإعلامية. يعني أنه التربية الإعلامية هنا نحن نجعل هذا خصوصا الفئات يعني اللي تكون في طور التعليم، يعني التلاميذ والجامعيين وحتى الناس العاديين، يعني انهم يفهموا انه وسائل الإعلام يمكن ان تكون مساعدة على فهم الواقع اكثر، ايضا انه وسائل الإعلام تساعدهم على تشكيل رؤية نقدية
تجاه هذا الواقع، يعني يكون عندهم القدرة على إبداء آراء نقدية تجاه ما يدور حولهم في المجتمع بناء على المعلومات التي حصلوا عليها من وسائل الإعلام وعليه. فالتربية الإعلامية يعني في معنى أبعد هي القدرة على فهم وسائل الإعلام، إنه كيف نجعل هذا المتلقي قادر على فهم وسائل الإعلام، أيضا القدرة على الاختيار الواعي للوسيلة الإعلامية التي يتعرض لها، القدرة على إنتاج مضامين بدوره، لأنه هنا التعرض لوسائل الإعلام ليس تعرضا يعني ساذجا أو تعرضا ليس له أهداف. وهنا نروح أيضا للغاية من التربية الإعلامية في حد ذاتها، الغاية أننا نصل إلى إعلام ملتزم مسؤول هادف يقدم رسائل إيجابية، رسائل منفتحة معتدلة متوازنة. فهنا نقول أن الإعلام فعلا يؤدي دورا تربويا. أستاذة، بما أنك إعلامية متخصصة في هذا المجال، ما مدى مساهمة وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان؟ وسائل الإعلام بالفعل تساهم في ثقافة نشر حقوق الإنسان. لماذا؟ لأنه الإعلام الهادف كما قلنا، الإعلام الجاد، الإعلام المسؤول، الإعلام النزيه، هو الإعلام الذي يقدم المعلومة كما هي للمواطن أو للمتلقي، يعني إذا تحدثنا بألفاظ الإعلام والاتصال. فبالتالي هنا كلما هذا الفرد، هذا المتلقي حصل على معلومات صحيحة مفيدة، كلما كان أكثر قدرة على تشكيل الرأي، كل ما كان قدرة على أيضا صناعة شخصيته المستقلة والوعي. فبالتالي هنا يعرف حقوقه ويعرف واجباته في المجتمع. أيضا من دور وسائل الإعلام في مجال حقوق الإنسان أنها تعرف بهذه الحقوق في كل بيئة، يعني في كل بيئة معينة في كل مجال تعرف بهذه الحقوق، لأنه معرفة حقوقنا تؤدي بنا إلى احترام هذه الحقوق وإلى إدراك أيضا الواجبات، القيام بالواجبات. يعني إحنا في المجتمع لا ينبغي أن نتحدث فقط عن الحقوق في إطار المواطنة، نتحدث عن الحقوق ونتحدث عن الواجبات. فبالتالي وسائل الإعلام من مهمتها التعريف بهذه الحقوق، يعني تفتيح ذهن الناس لأجل هذه الحقوق، لأنه تجد مثلا أنه في الفئات الأقل تعليما يقل معرفة الحقوق، يعني أبسط الحقوق، يعني مثلا المواطن يذهب إلى إدارة ما استخراج ورقة ما، ممكن الموظف يعامله بطريقة سيئة، المواطن يعني لا يعرف كيف يحصل حقه، لأنه المواطن لم يتعود على أن لم يتم تعليمه على أنه هنالك طريقة مثلى لنيل الحق، أن هذا الموظف هو في خدمتك قبل أن يكون مجرد موظف يحصل على راتب مثلا. يعني هنا والكثير من الحقوق، يعني مثلا في التعامل مع الأمن، يعني مع مصالح الأمن، في التعامل مع مختلف الإدارات، المواطن يجب أن يكون مدركا لحقوقه، أيضا يعرف واجباته. فوسائل الإعلام المفروض أنها تساهم في التعريف بجملة هذه الحقوق وجملة هذه الواجبات لكي نصل إلى مواطن واعي يعرف حقوقه ولا يصنع شخصيته وأيضا لا يقترف تجاوزات قانونية، وفي المقابل أيضا لا يسكت عن حقه. يعني هذه هي المعادلة التي المفروض أن نوصل لها في المجتمعات الديمقراطية الحديثة، طبعا المواطن يعرف حقوقه وأيضا يعرف واجباته. أستاذة، بما أننا تحدثنا على حقوق الإنسان والتربية الإعلامية، ما هي الآليات والوسائل الممكن اتباعها في التربية الإعلامية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؟ الآليات هو أنه وسائل الإعلام تكون أكثر جدية وأكثر التزام، يكون عندها أهداف في إطار السياسات الإعلامية. طبعاً احنا نعرف أنه كل وسيلة إعلامية لها سياسة، لها خط افتتاحي، لها مبادئ. المؤسسة الإعلامية في النهاية هي مؤسسة أيضا تجارية تستهدف الربح، لكن ضمان الحد الأدنى من المضامين التي تساهم في صنع ثقافة حقوق الإنسان، سواء من خلال البرامج الحوارية، الاجتماعية، الثقافية، البرامج الوثائقية، حتى من خلال الأفلام والدراما، يعني المسلسلات، يعني كل المضمون. أيضا التغطيات الإعلامية، مثلا النشاطات التي تعنى بحقوق الإنسان، الندوات، الفاعليات. ملاحظ مثلا في يعني في بلد مثل الجزائر، يعني في بلداننا المغاربية، هو الطبع المناسباتي لمثل هذه النشاطات. يعني مثلا حقوق المرأة نسلط عليها الضوء يوم 8 مارس، باقي العام لا نتحدث عنها. صح. حقوق صحيح. الطفل نسلط عليها الضوء في اليوم العالمي للطفل مثلا، أو اليوم الطفل الإفريقي في 16 جوان، أو يعني ذوي الاحتياجات الخاصة نفس الأمر. فنحن في حاجة إلى جعل ثقافة حقوق الإنسان ثقافة دائمة مكرسة في وسائل الإعلام، يعني تدخل في صميم نشاط وسائل الإعلام تعريف بمختلف الحقوق لمختلف الفئات في المجتمع، يعني حقوق العمال، حقوق العجزة وكبار السن، كل يعني حقوق الطلبة،
حقوق البطالين، كل الفئات يحق لها أن تعرف حقوقها في المجتمع. ووسائل الإعلام يفترض أنها تمارس هذا الدور من خلال المضامين، يعني لما تكون المضامين مدروسة متزنة ملتزمة تراعي القوانين تراعي الأخلاقيات، هذا له دور في نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل يعني سلس دون يعني أن نمارس ذلك الحديث يعني اللي فيه شوية نوع من الديماغوجية. أو حقوق الإنسان جزء من حياتنا اليومية، نحن نتعاطى ونتعامل معها في حياتنا اليومية، وكما قلت لك كل فئة من فئات المجتمع لديها حقوق يجب أن تنالها، ويجب أن يعني تكون مدركة لهذه الحقوق. دهمنا الوقت بسرعة أستاذة، شكرا لك على تلبية الدعوة. العفو، شكرا جزيلا، وأنا أسعد بهذه الدردشة الصغيرة. شكرا، شكرا جزيلا. إذن مستمعين الكرام، في انتظار الحوار القادم نغلق الستار ويبقى موعدنا متجددا. شكرا لكم مستمعينا على وفائكم المعهود، مع كامل المحبة نلتقي. هذا المحتوى في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بشراكة مع حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، منظمة إيريم، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.